اول حاجه غادي نقولها شكرا لشوفتي في ديما حاضره معنا في كازا فين ما كنا كتكون معنا. ثاني حاجه كنشكر اتصالات المغرب اللي تحت لينا هذه الفرصه باش نتواصلوا مع الجمهور ديالنا، وان شاء الله غادي تكون نايضه اليوم ديال بصح مع الجمهور الشمالي. كنقول لهم كنموت عليكم وانا جاي فرحان باش نتلاقى معكم، وجاي من دبي خصيصا لهاد السهره ورجع لدبي. الجديد ديالي هو واحد الاغنيه ديال هادو اللي خانوا ماشي عدياني، غادي تكون ان شاء الله الاسبوع الجاي في الاسواق، نتمنى تعجبكم. تحياتي لكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.